المشاكل السياسية في إقليم كردستان بين الاتحاد والديمقراط الكردستاني باعتقادي أثر بشكل كبير على صورة الإقليم في المنطقة، وخاصة من ناحية حرية التعبير والديمقراطية. كما تعرفون هناك تقارير دولية على إقليم كردستان، وحتى ضغوطات على الحزبين الكرديين لحل المشاكل فيما بينهم للحفاظ على كيان إقليم كردستان الفيدرالي داخل العراق. باعتقادي على حكومة الإقليم الالتزام باتفاقاتها، وخاصة من ناحية تسليم حصتها من النفط أو واردات النفط إلى حكومة المركز، لكي تلتزم الحكومة العراقية من جهتها بإرسال حصة الإقليم من الميزانية العامة. هذه المشاكل باعتقادي يجب أن تحل بين الجانبين، لأنها أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان. والنفط، يتم تصدير النفط، وإلى الآن الجماهير الشعبية الكردستان لم يتلقوا الرواتب الشهر الثالث إلى الآن. وأعتقد أن النفط إذا تم تصديره أو لم يتم تصديره فالمواطن الكردستاني يعاني من الاقتصاد، لأن هناك سياسة استفراد بالحكم وبالاقتصاد، وكل ذلك خروج عن البرنامج الحكومي الذي بموجبه دخل الاتحاد الوطني إلى الحكومة الكابينة التاسعة. وأعتقد أن هذه الكابينة تعمل بانفراد وتمارس حكما مشوها. ضرباتهم في كافة المسائل، مثلا من ناحية محكمة باريس ضربة على، وكذلك قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط وبخصوص إرسال الاستحقاقات المالية، وكذلك ملفات حقوق الإنسان في التقارير الخارجية الأمريكية تركز على هذه المسائل. والأدهى والأنكى من ذلك أن هناك جهة خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخف من هذه التقارير، وأعتقد هذا ليس من مصلحة هذا الحزب. وكذلك هنالك ضربات من مسألة الاستقلال الاقتصادي، حيث بس هذا الحزب يستفيد منها وليس المواطن العادي. النفط والغاز ينحل عن طريق تشريع قانون النفط والغاز في العراق، وعن طريق مجلس النواب العراقي، وعن طريق الدستور العراقي. وأقر الدستور العراقي بأن النفط والغاز والثروات الطبيعية ملك للجميع الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، ويجب أن يكون هناك هذه الثروات لخدمة الشعب العراقي بجميع أطيافه ومكوناته.